اعتقد بانني اتواجد في نفس المكان اللي كنت درت منه واحد الفيديو واحد 10 ايام هذه ولا لحسن الحظ انني اتذكر الاماكن، اتذكر المقابر، اتذكر المجرمين في حق وطني. نفس القضيه الخوت كما كتشوفوا، ربما نقلب الفيديو للجهه الاخرى وغتشوفوا نفس الطريق اللي قلت لكم. هذه طريق ثانويه فيها حركه عن غير العاده اليوم والسيارات كثيره. وهذا الطريق اللي كتشوفوها هنا، هذه طريق غير البيكالات، الدراري مع والديهم كيعلموهم السياقه اليوم عن غير الحاده، عن عيلي العاده وكما تعودنا جميعا. والعاده اذا تعودت عن عاده فهي كتولي روتيني يوميه. وما عرفش الموضوع اللي كنت بغيت نهضر فيه، افضل ان احتفظ بالموضوع. هذه راه غير منطقه مات هذاك الكسون عليا، شنو هذا؟ شيوعي ملكي هذا وقيله، هذا شي ملكي داز من هنا كيعرفني ربما. لا كنضحكوا، ما يعرف حتى واحد هنا، كنعرف راسي. رحله الصيف والشتاء كالعاده، ارحل من مدينه لمدينه، كنمشي زياره الاقارب وقضاء مآرب. اتمنى كالعاده للناس اللي عندهم بادره طيبه للتغيير. انا كنعتقد بان اي انسان متضرر الحلم ديالو هو التغيير. الانسان اللي بركه مائيه واكل مع الضفادع، هذو كان نحسب المشكل اللي كاين. هما تبلغوا الناس اللي ما عارفينش التغيير، هو ما عارفش الحلم، ما عندوش حلم، كيعتقد بان الحياه خلقته هكاك، خلقته ان يعيش تعيسا فقيرا كيبيع القزبور. تحيه للموالين القزبور خصوصا في رمضان. كنحييكم اخوتي اخواتي. فالمهم الناس اللي على بال، تبلغ الناس اللي ما عرفاش بانها تعيش الجحيم. راه المشكل ديال المغاربه انهم يعيشون جحيما ولا يفقهون ولا يعون. الدور ديالكم الخوت، الدور ديالنا كاملين، اننا سماء فيها يا سماء زرقاء خضراء صفراء. هنا شويه زرقيه، وانا غادي لجهتها، هذه الزروقية. إذا غادي إلى يوم مشرق، وما تكون أيامكم إلا مشرقة إلا قبلتوا بالتغيير. اللي كيقبل بالتغيير الغد ديالو سيكون مشرق. خصنا تكون أيامنا كلها مشرقة، لأن بوحدي ما نقدرش ندير الشمس، ولكن اذا تجمعنا كاملين نضويو انا وحدي نضوي المكان. عاقلين عليها. تحيه خالصه. هذه غير في الطريق بغيت نهضر مع اخوتي والاحباء ديالي. طانكي شون كالعاده، بيتي شون، او ويدا زين.